منذ انتشار فيروس كورونا والعالم يقف حائرا مرهقا أمام السرعة الهائلة لانتشاره. كورونا أشعل سباقا عالميا لتطبيق الإجراءات والتدابير الصحية المشددة، وأجبر البشرية على التنازل عن حريتهم، ووضع سكان كل دولة داخل حدودها. كورونا يضرب أوروبا بلا رحمة، ما دفع الدول إلى اتخاذ التدابير للحد من التواصل الاجتماعي في محاولة لتجنب تسجيل أرقام مفزعة من جديد. نبدأ متابعتنا الإخبارية من الكويت، حيث سجلت الكويت خلال 24 ساعة الماضية 746 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 114015 حالة. أما المتعافين خلال 24 ساعة الماضية 610 حالة، ليرتفع بذلك إجمال المتعافين في البلاد إلى 105846. أما من يتلقون الرعاية في العناية المركزة حتى هذه اللحظة 133 حالة. 8 حالات وفاة سجلت في الكويت خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمال الوفيات في البلاد إلى 684 حالة. من يتلقون الرعاية الصحية حتى هذه اللحظة باستثناء المتعافين والوفيات 7485 حالة. أما الإصابات العالمية سجلت كالآتي: إجمالي الإصابات العالمية تخطت 38,800,000، أما المتعافين عالميا تخطت 29,100,000، أي بنسبة 75%، أما الوفيات تخطت 1,000,000 بنسبة 3%. لجنة الصحة الوطنية الصينية قالت أن البر الرئيسي الصيني سجل 11 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 85,622، فيما بقى عدد الوفيات عند 4,634. وقالت اللجنة أن 12 شخصا غادروا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين منذ الظهور حتى الآن إلى 80,748. أوروبا تعود للحظر والعزل لمواجهة أسوأ سيناريو لكورونا. في أسبانيا يخرج منحنى الوباء في إقليم كاتالونيا عن السيطرة بعد تسجيله ارتفاع حاد بأرقام الإصابات بكوفيد 19 خلال الأيام الماضية. وفي محاولة لوقف هذا الارتفاع، تم إغلاق جميع المطاعم لمدة 15 يوم وتخفيف الطاقة الاستيعابية في المجمعات التجارية إلى 30%، والصالات الرياضية إلى 50%، فيما لا تزال العاصمة في حالة طوارئ عامة. وفي خطوة حاسمة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إجراءات جديدة للحد من تفشي الوباء في وقت تشهد بلاده ارتفاعا يوميا ومقلقا في عدد الإصابات، بينما يصل القطاع الطبي إلى مرحلة حرجة. ماكرون أعلن فرض حظر تجول ليلي بدءا من السبت ولمدة 4 أسابيع في عدة مدن كبرى أهمها باريس، مشيرا أن حظر التجول سيوقف الأمسيات الاحتفالية والتجمعات باعتبارها عوامل تسرع من انتشار المرض، كما تم إعلان حالة الطوارئ الصحية. وفي بريطانيا يواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون دعوات من المعارضة لإعلان إجراءات العزل العام من جديد في البلاد، لكنه يقاوم حتى الآن. وفي ظل تسجيل الحالات قفزات سريعة تتزايد الضغوطات لإغلاق المدارس للحد من انتقال العدوى، غير أن منتقدي الفكرة يقولون أنه ليس هناك دليل على أن المدارس كانت بؤرة انتشار وتسبب الفيروس بوفاة أكثر من 43,000 شخص في كامل المملكة المتحدة، وهو أعلى رقم في الدول الأوروبية، وإصابة 654,000 شخص على الأقل.
مع التفشي المخيف لكوفيد 19 في بريطانيا، إيرلندا الشمالية تفرض أشد القيود لمواجهة كوفيد 19 والعودة إلى اتباع أساسيات إرشادات التباعد الاجتماعي. الإجراءات تشمل إغلاق المطاعم باستثناء خدمات الوجبات الجاهزة والتوصيل، كما سيتم إغلاق المدارس بينما سيطلب من الجامعات التدريس عن بعد. نحن بالفعل في مرحلة النمو المتسارع لفيروس كورونا، الأرقام اليومية تظهر ذلك. هذا ما أكدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد اجتماع اتفقت فيه مع مسؤولي الولايات الاتحادية 16 على فرض إجراءات جديدة أكثر شدة لمكافحة كوفيد 19 في محاولة لمنع تسجيل طفرة وبائية جديدة في البلاد. وبموجب الإجراءات الجديدة سيمنع تجمع أكثر من 25 شخصا في المؤسسات العامة وأكثر من 15 شخصا في القاعات الخاصة. البرتغال التي كانت نموذجا في إدارة أزمة كوفيد 19 تشهد تسارعا ملحوظا في الإصابات، حيث سجلت 91 ألف إصابة و 2117 حالة وفاة منذ بداية الأزمة. التطور الخطير أدى إلى إعادة فرض حالة الكارثة، أحد مستويات الطوارئ الثلاثة في البلاد لمدة 15 يوما، إضافة إلى تبني إجراءات إضافية لمكافحة الفيروس كارتداء الأقنعة الوقائية وحظر جميع الاحتفالات والأنشطة غير الأكاديمية، وأن تقتصر التجمعات في الأماكن العامة إلى 5 أشخاص. عادة ما تكون جزيرة كابري الإيطالية الساحرة مليئة بالسياح يملؤون شوارعها وشواطئها الخلابة، لكن في الأيام الأخيرة بدت خالية. هذه الجزيرة تنتمي إلى إقليم كامبانيا الذي أصبح أكثر المناطق الإيطالية تضررا في الأسابيع الأخيرة بسبب ارتفاع حالات الإصابة فيه، ما جعل الحكومة هناك تفرض قيودا صارمة على هذه المنطقة لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وسجلت كامبانيا 818 حالة إصابة جديدة من أصل 7332 حالة جديدة سجلت في إيطاليا، وهي أعلى حصيلة يومية في هذا البلد الذي كان أول دول أوروبا انتشر فيها فيروس كورونا ولديها ثاني أعلى عدد وفيات في القارة العجوز. إصابات كورونا الروسية اليومية تجاوزت حاجز 13 ألف إصابة، ما يعني استمرار الاتجاه التصاعدي للإصابات منذ نهاية أغسطس الماضي دون أن تقرر السلطات فرض أي قيود صارمة في الوقت الحالي. ولا تزال العاصمة هي البؤرة الرئيسية للعدوى، مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا، تسجل حتى الآن ما يقارب 1,400,000 حالة، فيما تجاوزت الوفيات 23,500 حالة. وحول آخر مستجدات لقاح كورونا، وزارة الصحة الروسية تسجل رسميا ثاني لقاح ضد فيروس كورونا بعد لقاح سباتونيك. يبدو من الواضح أن روسيا تعمل جاهدة على إنتاج المزيد من اللقاحات بهدف وصولها إلى الأسواق المحلية بكميات كبيرة للتصدي لتفشي فيروس كورونا. نتائج أولية مشجعة من تجارب نظام اختبار إيزيكوف في فرنسا، والتي تعتمد على أخذ عينة من لعاب المريض وتقديم النتائج في أقل من ساعة. وقال الباحثون أن هذا النظام أظهر دقة 87.5% في الكشف عن النتائج الإيجابية عند اختباره على عينة من 220 شخصا، وهم يسعون الآن للحصول على موافقة من الهيئة التنظيمية الفرنسية للدخول في الاستخدام التجاري. وافق مجلس إدارة البنك الدولي على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على اللقاحات المضادة لكوفيد 19 بسرعة متى ما أصبحت متاحة. ولفت البنك الدولي إلى أن هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم ما يصل إلى مليار شخص، وأن هذا التمويل جزء من حزمة مساعدات تصل قيمته إلى 160 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على مكافحة الجائحة. أظهر الكمبيوتر العملاق الياباني فوجاكو أن الرطوبة يمكن أن تكون لها تأثير كبير على انتشار جزيئات الفيروس، مما يشير إلى زيادة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المغلقة الجافة خلال فصل الشتاء. استخدم الباحثون فوجاكو لمحاكاة انبعاث وتدفق جزيئات تشبه جزيئات الفيروس من المصابين في مجموعات متنوعة من الأماكن المغلقة. وأظهرت المحاكاة أن رطوبة الهواء
التي تقل عن 30% أدت إلى وجود كمية من الجسيمات المتطايرة مقارنة بمستويات رطوبة 60% أو أكثر. كما أشارت المحكاة إلى أن واقيات الوجه ليست فعالة مثل الكمامات في منع انتشار الرذاذ. رغم تضررها من كورونا إلا أن فيها مساعي لعودة الحياة. الفن السابع في الهند يعود لشاشات السينما البوليودية بعد افتتاحها أمام الزوار، وذلك لأول مرة منذ 8 أشهر. ولكن مالكو السينما في الهند يشعرون بقلق من عودة الجماهير خوفا من كورونا. وظلت جميع شاشات السينما الهندية التي يبلغ عددها حوالي 10,000 مغلقة منذ أن فرضت البلاد إغلاقا صارما في مارس من هذا العام في بداية تفشي فيروس كورونا. ختامنا في كوريا الجنوبية، صاحب الثالث أكبر سوق لتوصيل الطعام في العالم، حيث أدى البقاء في المنازل إلى ارتفاع طلبات توصيل الطعام بنسبة 40% هذا العام. شركة التوصيل تتعاقد مع الآلاف الدراجين لمواجهة تزايد الطلبات وتقديم العديد من الامتيازات لمهنة التوصيل التي أصبحت واحدة من أكثر الوظائف الواعدة في عصر كورونا. فيروس كورونا ترك بصمته على كل نواحي الحياة، فدول بأكملها شلت وحدود أغلقت واقتصادات على أبواب الانهيار ومدارس أقفلت وعلاقات اجتماعية تباعدت، وليس أمامنا سوى مواجهتها بالتدابير الوقائية المتفق عليها عالميا. دمتم في أمان الله.